إذا أنصح معكم امتحان جهوي لجهة الرباط سهل القنيطرة دورة يونيو 2023 بالنسبة لمستوى السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا على بركة الله سيجي برانسيبال دونك ليكزارسيس نيميرو 1 متعلق بميكانيك دونك في دو بارتي دونك لي دو بارتي دو سيت اكزارسيس سون انديبوندونت لين دو لوتر يعني مستقلين على بعضياتهم. ممكن تبدا بارتي نيميرو 1 او بيان بارتي نيميرو 2. بالنسبه لا بارتي نيميرو 1 كتعلق بلا ريستيتيسيون دي كونيسونس دو كور ان كوشي لا بون بروبوزيسيون يعني وضع علامه في الاقتراح الصحيح. دونك لا بروميير فراز لونيتي انترناسيون دو لا فيتيس موين اي يعني الوحده العالميه ديال لا فيتيس موين واش هي كيلومتر اش موان زان او بيان متر سكوند موان زان او بيان كيلومتر سكوند موان زان او بيان متر اش موان زان. دونك دابر لو كور راه عندك هي متر سكوند موان زان هادي اونيتي انترناسيونال وحدات عالميه. اما هادي راه هي اونيتي ايزيال وحده عالميه هادي وحده عالميه وهادي وحده مستعملة إيزيال. ب لا ديغي دو طون إفكتيي باغ أن موبيل إت إكسبريمي باغ سا فيتيس موين في إي لا ديستونس باركوري دي باغ لا رولاسيون. دونك بحال بغينا تي أون فونكسيون دو دي إي في. دونك واش كتكتب هكا دلتا تي كتساوي دي فوا في أو بيان دلتا تي كتساوي دي سور في أو بيان دلتا تي كتساوي في سور دي أو بيان دلتا تي كتساوي في موان دي. نتا غتمشي للعلاقة اللي مكتوبة عندك في الكور دي في لا فيتيس موين إتيكال يعني في إتيكال لا ديستونس دي سور دلتا تي. دونك من هنا غتستخرج العلاقة إلى هادي ممكن تقول ان في واش تعطيني في كتساوي دي سيغ دلتا تي هادي لا حيت درتي في كتساوي دلتا تي سيغ دي دونك هادي خطا. دونك هادي الا درتي في جديها هنا دونك غتعطيك هادي راها صحيحه لان في هادي لو حولتيها هنا ودرتها تولي في تساوي دي سيغ دلتا تي هادو كلهم غيكونوا خطا لان هادي في كتعطيني دلتا تي فوا دي حنا كنعرفوا في كتساوي دي سيغ دلتا تي هادي راه خطا حيت دلتا تي كتساوي في موان دي هادي راه فواس حيت في غتعطيك هنا دلتا تي بلس دي دونك راه ما عندكش مكتوبه في الكور اللي مكتوبه عندك هي في كتساوي دي سيغ دلتا تي هادي العلاقه اللي غتعطيها لك. سي la masse m d'un corps du poids p g l'intensité pesanteur est exprimée par la relation واش m كنعبروا عليها بهذا لا رولاسيون يعني en fonction de p ou g يعني m كتساوي p fois g m كتساوي g sur p ou bien m كتساوي g p sur g ou bien m كتساوي p moins g. دونك انت اللي مكتوب عندك في الكور العلاقه هي p كتساوي m fois g. دونك هيا يعني انطلاقا الا درتي بي كتساوي ام فوا جي يعني غتعطيك ام كتساوي بي سور جي دونك غاتمشي تقلب عليها هادي لا دونك ام كتساوي بي سور جي هادي لا دونك هادي اللي صحيحه اللي غتعطينا. اما هادي راها خطا لان بي كتساوي ام فوا جي. دي لانسترومون دو ميزور دو لانتونسيتي دو لا فورس اي يعني اللي كيقيس ليا لانتونسيتي دو لا فورس واش بارومتر او بيان لامبيرومتر او بيان دينامومتر الجواب راك عرفتيه. دونك بالنسبه للبارومتر ميزور لا بريسيون اتموسفيريك دونك هادي راها خطا. دونك لامبيرومتر راه ميزور لانتونسيتي ماشي ديال لا فورس وانما ديال لانتونسيتي دو كورون يعني التيار الكهربائي. بالنسبه للدينامومتر هو اللي كيقيس ليا سير اميزير لانتونسيتي دو لا دين فورس. دو ريبوندر اوز افيرماتيف سويفونت بار فري او فو دونك كنحاول نكتبو فري او فو في هاد الفراغات اللي عندنا. دونك لا بروميير فراز لا ماس دان كور اغابا اي 2 كيلوغرام اي سا ماس ا باري اي 1.8 كيلوغرام يعني الكتله ديال واحد الجسم مثلا في الرباط كتساوي 2 كيلوغرام ولكن الا مشينا عبرناه في باري باريس غنلقاو 1.8 كيلوغرام. دونك في هذه الحاله هنا انطلاقا من هذه لافخاز لا ماس كتغير شونج ولكن حنا كنعرفوا دابخي لو كور لا ماس ايتين غروندور كونستانت يعني ثابت لا يتغير دونك انفاريابل. دونك في هذه الحاله هذه لافخاز راها فوس علاش لان هنا تغيرات لا ماس حنا لا ماس ما كتغيرش. لا تراجيكتوار دو موفمون دان بوان دو ليغوي دين مونتر اي كيرفينين يعني قال لك لا المسار ديال واحد لو بوان من ليغوي دين مونتر يعني الا خديتي واحد لو بوان من واحد العقرب ديال الساعة من كيبدا يدور ساعة عندك عندها العقارب ديالها من كيبدا يدور خديتي عليها هذاك البوان واش عدي لك واحد التراجيكتوار اللي هو كيرفيني يعني منحني لا عدي لي التراجيكتوار اللي هو سيركيلار دائرة يعني عدي لي اناك دو ساكل يعني لا ما كملاش الدورة ولا دير لي ساكل. دونك في هذه الحالة هاد لافخاز راها بوس إذا خاصها تكون هنا اي سيركيلار.
C'est la force exercée par l'aimant sur un clou en fer est une action mécanique à distance répartie. Yani, il y a la force exercée par l'aimant. L'aimant qui attire le clou en fer, yani, le mismar min el hadid, qui attire li en bois. Donc, est une action à distance répartie. Tabat hal ga les actions à distance rakikuno répartie. Donc, la phrase raha vraie. D. La vitesse d'un véhicule influe sur sa distance de freinage DF. قال لك بان السرعه ديال واحد الفيك ديال واحد العربه تقدر تكون مثلا فواتير كاميون راه كتاثر على لا ديستانس دو فريناج يعني مسافه التوقف حيت وقت ما كانت هذيك لا فيتيس كبيره وقت ما كانت لا ديستانس دو فريناج كتزاد وقت ما كانت لا ديستانس لا فيتيس صغيره يعني جي غادي بواحد السرعه اللي هي صغيره شويه راه تكون لا ديستانس دو فريناج راه تكون صغيره يعني كتاثر في هذه الحاله راه نقولوا راها فغي. 3 دونك 3 نكملوا هنايا كومبليتي هو هذا اللي عندي كومبليتي لي فراسي دو سو باغ لي اكسبرسيون دو لا لي سويفون دونك هما هادو اللي عندنا ها هما عندنا اينيفورم نيوتن عندنا غالونتي غولاتيف ان نيوتن كيلوغرام موان 1 انكور ريفيرونسيال كيلوغرام. دونك لا بروميير فراز لو موفمون اي لو ريبو سون دي نوسيون دونك سون دو نوسيون واش نوسيون واش اينيفور نيوتن غولا غالونتي غولاتيف هادي دونك غتكون هنا غولاتيف لان لو موفمون او لو ريبو ديبون دان ريفيرونسيال. لينيتي دو لينيت دو لانتونسيتي دو بوزونتور يعني جي هنا في هذه الحاله دون لو سيستيم انترناسيونال اي دونك لينيتي كيبقى ليا دابا غتكون هادي ولا هادي دونك غتكون هادي حيت هي الجي جي كتساوي بي سوغ ام يعني نيوتن على الكيلوغرام يعني نيوتن كيلوغرام موانس سي لوغ دو فريناج يعني خلال عملية الفرمالة الكبح دونك لا ناتيغ دو موفمون دو فيكيل اي دونك واش غتكون اينيفورم دونك نيوتن دونك هنا غالونتي ولا دونك هادو هما اللي كاينين يا اما ندير اينيفورم يا ندير غالونتي. دونك الفريناج راه لا فيتاس كدير الفرمالة يعني لا فيتاس كتنقص ديميني دونك لا كانت ديميني في هذه الحالة لا ناتيغ دو موفمون راه غتكون غالونتي يعني تكون متباطئة كنقولوا غالونتي ولا كنقولوا كنقولوا غالونتي ولا كنقولوا مثلا غوطارتي حتى هي ممكن تطلقها هنايا هما داروا لنا هنا غالونتي اينيفورم الا كانت لا فيتاس كونستانت. Pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps, il faut définir un corps de référence. C'est-à-dire, on va dire que c'est le mouvement. باش تعرف باش توصف واحد الحركه ديال واحد الجسم ولا السكون ديالو خاصك تعرف واحد الجسم المرجعي اللي كنسموه كور دو ريفيرونس. Partie numéro 2, mouvement, donc même t'allouqash pour partie numéro 1, mouvement et équilibre d'un corps. D'un corps, donc je note on a là un corps solide S homogène de masse M est égal à 120 kg. Donc, هذا هو لو كور هو هذا ايطون ايكيليب سور لا سيرفاس دين كاميونات ها الكاميونات ها هو موضوع على الكاميونات دو ترونسبور كوم لو مونتر لا فيغور سيكونت الشكل الجانبي دونك لانتونسيتي دو بوزونتور جي عطاوها لينا في هذيك لو ليو راه هو 10 نيوتن كيلوغرام موانز لا فيتاس ليميت يعني لا فيتاس اوتوريزي اي يعني السرعه المسموح بها هي 60 كيلومتر باغ اور ها هي دايرين هنا البانو كاين هنايا Faire le bilan des forces exercées sur le corps S et les classant en forces de contact et forces à distance. دائما لي بيلون ديما كنقلبوا عليهم في الاسئله اللي كيجيو من بعد الا قرينا هذا السؤال لانتونسيتي دو بوا دو كور سوليد اس دونك في هذه الحاله راه كاين لو بوا دونك هو لا فورس اكزارسي بار لا تير دونك راه عندي لو بوا دو كور سوليد اس. بالنسبه لهاد لا فورس كلاسي واش فورس ديما هادي راه كتكون فورس ا ديستانس وكتكون غير بارتي بما ان قالوا لنا فورس ا ديستانس حنا نديروا لنا فورس ا ديستانس الاخر ممكن تلقاه من بعد لاحظت معايا هاد لا سيرفاس راه كيحافظ على التوازن ديال من كيحافظ على التوازن ديال هاد لو كور سوليد دونك في هاد الحاله لا فورس اكزيرسي بار لا كاميونات او بيان تقدر دير هنايا لا سيرفاس دو لا كاميونات تقدر تكتبها هنايا سور لو كور اس وهادي راه كاين واحد التماس بيناتهم دونك في هاد الحاله راه كتكون فورس دو كونتاك. Calculer P l'intensité du poids du corps S. Donc, parce que personne ne décrit la relation qui est l'intensité. Donc, on sait que P est égal à M fois G.
دونك فايت لينا قلناها في البارتي نيميرو 1. دونك غنعوض غنشوف دابا لي زيني تاع انترناسيونال، ها هما عاطينها بالكيلوغرام كلشي بالاني تاع انترناسيونال. غنعوض دونك غتولي 120 كيلوغرام فوا 10 نيوتن كيلوغرام موان زان. دونك فهاد الحاله كيلوغرام موان زان مشات مع كيلوغرام تبقى لك نيوتن. دونك غدير 120 فوا 10 راه هي 1200 نيوتن. ما تنساوش الوحدات. 3. En exploitant la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, complétez le tableau ci-dessous par les caractéristiques de la force R exercée par la camionnette sur le corps solide S. Sur le corps solide S. La force exercée par la camionnette. دونك هنايا اون اكسبلواتون، اذا خاصك تستعمل و بيان تستثمر لا كونديسيون ديكيليبر. شنو كيقول لا كونديسيون ديكيليبر؟ دونك سي ان كور ايتون ايكيليبر سو لاكسيون دو دو فورس اف، هنا في هذه الحاله عندي ار و بي، الوغ سي دو فورس ايزون ميم دروا داكسيون دو سونس اوبوزي و ميم انتونسيتي. بالنسبه لو بوان دابليكاسيون ها هي هادي عاطينها ليا، دونك عطاوها ليا كنقلبوا على لو سونتر دو لا سيرفاس، دونك راه هي لو بوان ا. لا دروات داكسيون هو لا دروات حيت الاخرى هو لا دغوات اللي غيكون بحق لا دغوات اللي هو فيرتيكال كي باس باغ ا لو بوان دابليكاسيون، ولا تقدر دير هو ا جي، هو لا دغوات ا جي. لو سونس، لو سونس راه هادي من ا فيغ دونك ا فيغ لو او نحو الاعلى. لانتونسيتي حيت هنا كدفع نحو الاعلى، هادشي اش قلنا فيغ لو او. بالنسبه لانتونسيتي دابخي لا كونديسيون دو كيليبر لي دو فورس ايزون ميم دغوا ميم انتونسيتي. شحال لقيناها قبيله؟ لقينا 1200. دونك في هذه الحاله راه غنديرو نفس ا كتساوي بي كتساوي 100 1200 نيوتن. علاش؟ لان لي دو هاد 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 لو كور سوليد اس اي طون ايكيليبر اي سومي ا دو فورس ا كا دابخي لا كونديسيون دو كيليبر. دونك ايزون ميم انتونسيتي. 4. Représenter R, le vecteur de la force exercée par la surface de la camionnette sur le corps S sur la figure ci-dessous en utilisant l'échelle 1 cm représente 600 newton. Donc, on a R, le vecteur force camionnette, on a mis le mécanisme juge. On a mis le H, R, la force exercée par la surface de camionnette. On a mis le mécanisme juge, on a mis le donc, on dit 1 cm représente 600 newton. Donc, on a mis le 1200. Donc, on a mis le 2 cm. يعني دير لا ريغل دو 3 1 فوا 1200 ديفيزي باغ 600 نيوتن. دونك غتعطيك 2 سنتيمتر. دونك غنمشي ليك بالبي هي الاولى. بي ديما كتبدا من جي نحو الاسفل اللي هي بي، وبالنسبه ل ا اللي طلبوها ليا راه هي هادي. دونك ها البوان دابليكاسيون هي ا، نطلعها الفوق نحو الاعلى، ها هي 2 ا فيغ لو او، ها هي طلعت الفوق، والطول ديالو غيكون هو 2 سنتيمتر. اذا خصك تمشي ترسم لي 2 سنتيمتر. اما هاد لو بوا راني غير لو بوا راه زدتها لك، اذا هنا فقط طالبين لك ار، يعني لو فيكتور اكزارسي باغ لا سيرفاس دو لا كاميونيت. 5. La camionnette commence son voyage au point de départ à 8h minute. يعني بدات لو فواياج ديالها، يعني الرحلة ديالها مع 8 قد قد، يعني 8 و 00 minute. Et arrive au point de déchargement à 8h 25 minute en parcourant sans arrêt une distance d est égale à 30 km. يعني قال لك انطلق هو مع 8 وصل بدون توقف، يعني ما توقفش الطريق. دونك هنايا في المكان ديال التفريغ وصل مع 8:25 مينيت. قطع المسافه من الديبار ولاريفي هي 30 كيلومتر. دونك 5 ا كوش لا بروبوزيسيون جيست، يعني لا بون بروبوزيسيون. لو كور اس ايتون اي اون موفمون بارابور ا لا كاميونيت. لا شنو لو كور اس؟ ها الرسم جبتو ليك هنايا، هذا هو لو كور اس. واش الي اون موفمون؟ يعني في حاله حركه في حاله بارابور ا لا كاميونيت؟ لا. دونك في هذه الحاله ما كيتغيرش حيت هما غاديين بجوج في خطره واحده. اذا في هذه الحاله راه لو كور اس راه الي او غوبو بارابور ا لا كاميونيت. دونك هذه فاس. ندوزو لاخرى، لو
كور اس اي او روبو بارابور او بانو دو ليميتاسيون دو فيتاس. ها البانو دو ليميتاسيون واد هادي هي ديال السرعه هي هادي. دونك في هذه الحاله راه كيتحرك هو ما توقفش. دونك في هذه الحاله راه كيغير المسافه الموضع ديالو بارابور هاد هذا هو لو ريفيرونسيال. اذا في هذه الحاله راه كيتحرك بارابور هادي، اذا ما يكونش او روبو، اذا خص يكون او موفمون. بالنسبه للاخرى لو كور اس اي او روبو بارابور على كاميونات، راه هي اللي قلنا راه لو كور اس راه حاله سكون بالنسبه للكاميونات. دونك في هذه الحاله غنكوشيو هاد الاخرى. 5 دو كالكيلي لا فيتاس مويان دو لا كاميونات اون كيلومتر اش موان زاي اون متر سكوند موان زاي. دونك غنحسبوا لا فيتاس، حنا عندنا العلاقه. دونك في هذه الحاله نرجع للمطايط، اول حاجه نكتب العلاقه اون سي كو في تيكال دي سور تي، يعني خاصها تكون عندي دي بالكيلومتر ودلتا تي خاصها تكون بالاور. دونك الا رجعت انا لهنا لاحظت معايا دي ها هي 30 كيلومتر المسافه، دلتا تي هي شنو هي دلتا هي تي فينال ناقص تي انيسيال، يعني 8 اور 25 مينيت ناقص 8 اور، يعني مش درتي هذه ناقص هذه تعطيك 25 مينيت، يعني المده الزمنيه ديال طاطي 25 مينيت، ولكن خصني نحولها للساعه. هادشي اللي غنوريك دابا. دونك دي سيغ دلتا تي دي هي 30 كيلومتر، دونك باش تحول هذيك 25 مينيت للاور غتقسم على 60. دونك في هذه الحاله غاتمشي تحسب هذه غتضربها في المقلوب باش يكون كلشي عندي مضبوط، ما نديرش انا الفاصله نخليها بحكه باش يكون الخارج يخرج عندي مضبوط. دونك غتولي 30 فوا 60 تطلع فوق ديفيزي بار 25 هاي كيلومتر اش هي هادي، غتحسب هادي دير هادي فوا هادي تعطيك هنا 1800 كيلومتر 25 اور. دونك في هاد الحالة إلا قسمتي هادي تلقى ليك 72 هاي كيلومتر اش تطلع فوق تولي اش موان زا، يعني لا فيتاس اون كيلومتر اش موان زا هي 20 هي 72 كيلومتر اش بار اور أو بيان اش موان زا. بالنسبة للمتر سكوند موان زا عندنا واحد لاغولاسيون في الكور، باش ندوزو من الكيلومتر اش موان زا للمتر المتر سكوند موان زا كنقسمو على 3 اون ديفيز باغ 3.6. دونك هادشي اللي غندير. دونك حنا غناخد لا فيتاس اون متر سكوند موان زا، في هاد الحالة غناخد هاد لا فالور ونقسمها على 3.6 وعلقها 20 متر سكوند موان زا. باش ندوز من المتر سكوند موان زا للكيلومتر كضرب 3.6. دونك هادي هي اللي مطلوب منك. 5.3 لو كونديكتور اتيل ريسبكتي لا فيتاس ليميت جيستيفي، قال لك واش هو احترم السرعه المسموح بها. شحال لا فيتاس؟ رجعنا الرسم ديالنا، راه عندك في لي دوني قال لك راه لا فيتاس ليميت يعني لا فيتاس اوتوريزي في هذيك الطريق راه هي 60 يعني 60 كيلومتر في الساعه، واش تجاوزها ولا لا؟ في هذه الحاله راه باين لي بان هذاك لو كونديكتور اديباسي لا فيتاس ليميت. لاحظ معايا 72 ولكن هو بشحال خصو يمشي؟ خصو يمشي غير ب 60. اذا بالنسبه لا جيستيفيكاسيون عندي لا فيتاس اللي مشى بها هي هادي. دونك في هذه الحاله 60 دونك راها كبر منها ستريكتومون سيبيريور. اذا في هذه الحاله غنقول بان لو كونديكتور دونك لو كونديكتور نا با ريسبكتي لا فيتاس ليميت، اذا ما احترمش السرعه المسموح بها السرعه المحدده. Exercice numéro 2 de l'électricité pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. On réalise le montage de la figure ci-dessous. Donc, quand je vais nous la résistance, on va voir l'expérience. كنجزو هاد الدارة الكهربائية اللي عندك هنا. غولي شاك ديبول إلكتريك أو نون كوغيسبوند، عندي 1 2 3 4 عندي أمبيرومتر جينيراتور إلكتريك فولتمتر وعندي كونديكتور أوميك. ها أن هو هذا، هاد أن شكون غيكون؟ غيكون جينيراتور إلكتريك. بالنسبة لدو إلا مشينا لدو فينا هو هذا، لاحظ معايا دايرين أ، دونك غيكون هذا أمبيرومتر راه مونتي أون سيري. بالنسبة لتخوا إلا رجعنا لتخوا فينا هو تخوا؟ 3 هو هذا، دونك عندي ار، دونك هذا كونديكتور اوميك. دونك عندي بالنسبه للربعه ها هو في، دونك هذا فولت متر، دونك مونتي اون ديريفاسيون اون باراليل، يعني هنا غيكون فولت متر. بي متر ان كخوا دوفون لا بون ريبونس ساشون كو لانتونسيتي دو كورون دون لو سيركوي يعني في هذا لو سيركوي الكتريك اي اي تيغال 500 ملي امبار اي لا تنسيون اونتخ لي بورن دو كونديكتور اوميك اي اي تي ايغال 24 فولت، يعني لانتونسيتي اللي كتمر من هنا هي 500 ملي امبير ولا التونسيون اللي عطاني هذا الفولت مات هي 24 فولت. 24 فولت يعني لا فالور دو لا ريزيستونس في هذه الحاله واش هي
48 او بيان 12 او بيان 0.048 اوم. دونك في هذه الحاله غنمشي للعلاقه لا لوا دوم ولا يخرج لي حيت انا عندي اي وعندي اكس ني ار. دونك اون سي كو هذيك هادشي كتمشي ديرو نتايا في البغويون. دونك اي تيغال دابخي لا لوا دوم اي تيغال ار فوا اي. دونك ار تيغال اي سور اي وندير رومبلاس عطولي 24 ديفيزي بار هاد 500 ملي امبير سنحول الامبير تعطيني 0.5. دونك هنايا في هذه الحاله مشيت حسبت هذه راه كون اكيد على القاعه 48 يعني 48 اوم. De l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage de puissance P est exprimée par la relation Wesh E est égal à U fois I ou bien E est égal à P fois T ou bien E est égal à P fois I. Donc, ça a dit avec l'énergie, donc, à ce qu'on y a E est égal à P fois T. 3. Relié par une flèche chaque grandeur physique à l'unité correspondante. Donc, on a maintenant les grandeurs, puissance électrique, intensité électrique, la résistance électrique, énergie électrique, on a ohm, on a joule, watt, on a ampère. Ce sont des unités internationales. بالنسبة للpuissance, donc, s'exprime par, à ce qu'on a, watt. بالنسبة للintensité, s'exprime en ampère. بالنسبة la résistance, s'exprime en ohm. Ou بالنسبة l'énergie électrique, s'exprime en joule. Ce sont des unités internationales. 4. Un montage électrique domestique est composé d'un chauffage électrique portant les indications 220 volts, 2,2 kW d'un lave-vaisselle et d'un four électrique. Il y a un montage تركيب منزلي qui est على عندنا واحد لابارايي دو شوفا يعني جهاز سخين عندنا آلة الغسيل وعندنا واحد الفرن كهربائي. Ces appareils fonctionnent en même temps يعني كيشتغلوا في آن واحد يعني simultanément et d'une façon normale يعني كنشغلوهم بلا تنسيون نومينال ديالهم. هادشي اش كنقولوا نورمال pendant une durée. المدة اللي كنشغلوهم هي 1.25 4.1. Donner la signification physique de chacune des indications indiquées sur le chauffage. يعني هادو 220 وعندي 2.2 كيلووات. بالنسبة لهادي راه على الصانع. دايرهم للصانع. إذا غيكونوا نومينال. دونك هذا راه طونسيون إلكتريك نومينال. هادي بويسونس إلكتريك نومينال. 4.2. Calculer I l'intensité du courant électrique qui traverse le chauffage lors de son fonctionnement normal. دونك ملي كنديروا فواحد الدارة كهربائية يبغينا نعرفوا شحال لانتونسي دو كورون اللي كتمر فيه من كنشغلوه يعني نورمالمون. في هذه الحاله يعني خصني نطبق عليه 220 فولت وعاد يستهلك هي 2.2 كيلو وات. دونك كاينه واحد العلاقه ما بين لانتونسي دو كورون لا طونسيون اي لا بويسونس. دونك كتعرفها اون سي كو بي ايغال ا اي فوا اي. دونك في هذه الحاله اي ايغال P sur I. Donc, chadir. P a t'aouda B de 2.2. Donc, هنا ممكن نحول هاد كيلووات نحول الوات بس دون 1000 كيلو الوات عالضرف 1000 ياك. I هي 220 ويعني عطاتيك 2200 سير 220 فولت ودير الكالكيل ديالك وعتلقاها 10 امبير باردون 10 امبير. 4.3. Vérifier que l'énergie électrique consommée par le chauffage électrique lors de son fonctionnement normal pendant T est égal à 1.25 heures et aussi, yani E, yani l'énergie de l'appareil de chauffage, il y a 2750 watt-heures. Donc, en fait, on va faire un peu de l'alaka qui va se faire pour l'énergie. Donc, on sait que E est égal à P fois T. نجيب هاد بي و تي هي عندي من علقة هاد بي هي عندي هي هادي هي لا بويسونس هاي 2.2 كيلو وات عندي خصني نحولها اش الوات. دونك غنضربها في 1000 هادشي اللي عندي. دونك تعطيني هنايا 2200 وات هاني حولتها حيت هادي بالواتور فوا تي تي الوات هي خصني الاور هاي المدة الزمنية اللي خصها تكون بالاور اللي هي 1.25 اور. ندير الكالكيل ديالو غنلقى نفس لا فالور اللي هي 2750 واتور. دونك ها حنا تحققنا من هاد لا فالور. Donc 4.4. Juste avant le fonctionnement, il y a une débitage le compteur électrique. On a connu le compteur sert à mesurer l'énergie électrique dans le menzil, à domestique. Donc indique la valeur de l'énergie comme le montre la figure de ce compte. Il y a une débitage. Hada wa
الكونتور كيشير لي هاد العدد اللي هو 5368 كيلو وات. دونك هنا في البدايه ساشون كو لينيرجي توتال كونسومي بار لي زاباراي دي سيركوي. شكون هما لي زاباراي؟ كاين عندي كاين لاباري دو شوفاج، عندي لو فور، وعندي عندي عندي لا فيسيل، يعني عندي آلة الغسيل. هما عندي ثلاثه الاجهزه. دونك هنا شغلناهم بوندون 1.25. دونك شحال استهلكوا ليا خلال هاد الساعه و25؟ استهلكوا ليا 5 كيلو وات اور. دونك ديتيرميني لانديكاسيون دو كونتور على فان دو فونكسيونمون. يعني في الاول البديه في البداية كان عندي هذا هي القيمة اللي شار لي ليها لو كونتور في البداية. دونك من شغلتهم خلال ساعة و25 يعني 1.25 ساعة، دونك في هذه الحالة شحال غيكون شحال العدد اللي غيشير لي هذاك لو كونتور الكتريك، علما ان الطاقة اللي استهلكوا لي خلال ساعة و25 هي هذه هي 5 كيلو واط. دونك غنمشي نطبق داكشي اللي تعلمتي حتى في الكور. كنعرفوا بان لينيرجي طوط يعني جاي لينيرجي بوندون هاد 1.5 هي لينيرجي فينال، يعني الفينال ناقص لينيرجي انيسيال البديه اللي كان عندي في الاول. دونك بالنسبه لينيرجي اللي استهلكوا ليا هي 5 كيلو وات، شحال كتساوي لينيرجي فينال هي اللي كنقلب عليها نخليها هنا، موا لينيرجي انيسيال هي اللي كاينه هنا هي كيشير ليها قبل نشغلهم. دونك في هاد الحاله 5000 دونك 5368 كيلو وات. دونك فهاد الحاله لينيرجي فينال اللي غيشير ليا ليها لو كونتور الكتريك، دونك نقدر نحسبها بهذه الطريقه او اف ايتيغال. دونك غتولي 5 كيلو وات اور، غندير هنا دوزنا هنا تولي زائد، دونك غتولي زائد 5368 كيلو وات اور. دونك الا حسبنا هادي غتلقاها 5 303 كيلو وات اور. يعني في الاخر ان لو كونتور الكتريك من بعد ساعه و25 اور في هذه الحاله خصني نلقى هذا الرقم اللي عندي هنا. دونك احنا جاوبنا على لا كيسيون. L'exercice numéro 3, la sécurité routière. Donc, une voiture A roule à une vitesse D égale à 100 km par heure derrière une seconde voiture B qui roule à la même vitesse sur l'autoroute en respectant la distance de sécurité sur l'autoroute qui veut D égale à 70 mètres, voir la figure 50. يعني عندنا واحد لا فواتير ا واحد لا فواتير بي، راه كاين عندنا هنا الطريق هي طريق السيار. دونك هذه غادي بنفس الفيتاس يعني 100 كيلومتر، حتى هذا غادي بنفس لا فيتاس. المسافه بيناتهم يعني مسافه الامان لا ديستونس دو سيكوريتي هي دي ايغال 70 يعني 70 70 متر. دونك ا ان سيرتان انستان لو كونديكتور دو لا فواتير ا ابيرسوال لا ليميير دو فران دو لا فواتير بي، يعني في واحد اللحظه ان هاد لو كونديكتور ديال هاد لا فواتير بي pardon A ra belli ra A ان الاضواء ديال الفراميل ديال لا فواتير بي، يعني ان لو كونديكتور دو لا فواتير بي راه ضغط على الفراميل يعني قام بعمليه الفرماله. اذا في هذه الحاله il décide alors de s'arrêter pour éviter la collision، يعني ان لو كونديكتور ا قرر بانه يوقف السياره ياك باش يتجنب لا كوليزيون يعني الاصطدام ديالو مع لا فواتير بي. لو طون دو رياكسيون دان كونديكتور فاتيغي اي على 2 ثواني، يعني مده رد الفعل، يعني من عيبان لي الخطر مده رد الفعل بالنسبه لواحد السائق اللي هو عيان شويه، يعني تاغ ايتيغال 2 ثواني. لي دو فواتير اون لا ميم ديستونس دو فريناج دي اف، دونك من عيضغطوا على الفراميل اذا كلهم عيديروا مسافه التوقف ديك مسافه الفرماله من عيضغط على الفراميل غتكون نفس المسافه، يعني المسافة الفرمالة ديال لا فواتير ا هي نفس مسافة الفرمالة ديال لا فواتير بي. دونك كالكيلي دي ا لا ديستونس دو رياكسيون دو لا فواتير ا سي لو كونديكتور اي فاتيغي. لاحظ معايا بان هنا دي ا هي لا ديستونس دو رياكسيون، يعني اللحظة قبل لا يضغط على الفرامل، يعني اللحظة من كيشوف واللحظة من كيضغط على الفرامل، فهذيك اللحظة كيكون عندهم كتكون بان لا فواتير كتكون كتمشي بنفس نفس لا فيتاس اللي هي 100 كيلومتر باغ اور، يعني ممكن يعني كتكون الموفمون اينيفورم. فهاد الحالة غنطبق لا غولاسيون، دونك اون سي كو في تيغال دي سور تي، إذا غندير أنا عندي المسافة هي دي ار سور تي ار. دونك فهاد الحالة سي كو دون كو دي ار إيتيغال في فوا تي ار، في هي 100 كيلومتر اش موان زير
والتأغ راها 2 سكوند. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نحول انا هاد 100 كيلومتر باغ اور غنحولها للمتر سكوند موان زان. دونك شنو غندير باش ندوز من الكيلومتر للمتر سكوند موان زان؟ خاصني نقسم على 3.6. دونك هادشي اللي غندير، غندير 100 نقسم على 3.6. علاش قسمتها؟ لان لو طون لا ديغي راه بالسكوند، باش نختازل على السكوند غتبقى لي غير 100 سيغ 3.6، دونك غتبقى لي متر، دونك تعطي 55.6 متر. المهم غتعطيك 55.5555، دونك بحال اللي درت فالور ابخوشي اللي هي 55.6 متر. دو است كو لا فواتير ا فا اورتي يعني باركوتي يعني تصطدم لا فواتير بي جيستيفي فوت ريبونس، يعني واش هاد لا فواتير ا غتصطدم مع لا فواتير بي؟ لاحظ معايا مين شاف هذا ضغط على الفرامل، يعني باش يضغط هذا على الفرامل خاصو جوج دقائق، خاصو جوج دقائق، يعني مسافة التوقف ديال مسافة الفرملة ديال لا فواتير بي هي نفس مسافة الفرملة ديال لا فواتير ا. إذا في هذه الحالة راه ما يصطادموش، علاش؟ لأنه غادي بلا ميم لأن عندهم ميم ديستونس دو فريناج. دونك لي دو فواتير نو سو اورت با أو بيان نو سو بيركوت با كار إيزون لا ميم ديستونس دو فريناج، لأن هذا من غيضغط على الفرامل هذا جوج دقائق لا يضغط على الفرامل، ويعني مسافة الفرملة ديال هادي هي نفس الفرملة هنايا. إذا في هاد الحالة، في هاد الحالة راه ما يوقعش واحد الاصطدام بيناتهم. تخوا دوبوي كو لو كونديكتور ا ا لا فواتير ا ا روماكي ليكليراج دو لامب، يعني من منذ أن رأى لاحظ السائق السيارة ديال السيارة ا لاحظ أن الأضواء ديال لا لامب يعني ديال المصابيح ديال السيارة ديالو راهم اشتغلوا. إذا دو لا فواتير بي سا فواتير أباركوري لا ديستونس 85.6 متر أفون دو ساغيتي كالكيلي دي إف. دونك هنايا قطع واحد المسافة من اللحظة اللي شاف الفرامل واللحظة ديال التوقف، يعني المسافة اللي قطع هي 85.6، يعني هي دي ار زائد دي اف، يعني ان هاد 85.6 متر راه هي مسافة التوقف، يعني دي ار يعني لا ديستونس داغي. دونك في هاد الحالة خاصني نحسب دي اف، دونك غنطبق لا غولاسيون اللي عندنا، اون سي كو دي ار لا ديستونس داغي ايتيغال لا ديستونس دو رياكسيون بليس لا ديستونس دو فريناج، يعني مسافة الفرملة. دونك شنو بغيت انا؟ بغيت انا دي اف هي اللي بغيت نحسب، دونك غندير دي اف ايتيغال دي ا موان دي ار، هادي حولتها هنا. بالنسبه للدي ا راه هي هادي، قال لي اللحظه من شاف اللحظه اللي شاف ان الاضواء شعلوا يعني واللحظه ديال التوقف، اذا هذيك هي هذه هي مسافه التوقف، يعني لا ديستونس داغي موان دي اف. دي اف فايت نحسبناها، دونك الا درنا الكالكيل ديالنا غنلقاو بان الدي اف كتيغال 30 متر، وعندهم ميم ديستونس دو فريناج بالنسبه لافواتيغ ا ولا فواتيغ بي. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.